الرئيس عبد الفتاح السيسي يختتم مشاركته في القمة الإفريقية بلقاء رئيس وزراء إثيوبيا. وتركيا تواصل الغليان، إقالة 30 محافظ، 50 موظف وتسريح 8777 عامل في الداخلية. والتعليم تعلن 576 شبهة فساد في الوزارة خلال 9 أشهر. ووزير النقل يتعهد بإنهاء مترو النزهة السلام في 34 شهر، ويؤكد لا نخشى زيادة سعر التذكرة. والحكومة تنفي زيادة أسعار البنزين والسولار بعد تطبيق القيمة المضافة. والتموين تتسلم 17 صومعة بتمويل إماراتي من إجمالي 25.